يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الرأي في العبارات التالية: كلنا لمحمد، أو كلنا فداء لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ كلنا إيش؟ كلنا لمحمد، أو كلنا فداء لمحمد عليه الصلاة والسلام. وما حكم تعليق هذه العبارات على السيارات مثلا؟ كلنا لمحمد أو فداء، المعنى واحد، يظهر لي لا بأس بذلك، لأن حسان بن ثابت رضي الله عنه لما رد على شاعر المشركين الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: فإن عرضي وعرض أبي وأمي لعرض محمد منكم وقاء. ففداه رضي الله عنه بعرضه وعرض أمه وأبيه. ففداء الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفس أو بالعرض أو بالمال هذا أمر واجب،